أهلا بكم في ترند. تواصل وزارة الصحة الرسائل التوعوية التي تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتؤكد على أهمية ارتداء الكمامات وغسل اليدين باستمرار والالتزام بالتباعد الاجتماعي. نتابع. للوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19 والحد من انتشاره، توصي وزارة الصحة بضرورة ارتداء الكمامات وأقنعة الوجه اللي لها تأثير كبير في تقليل احتمالية نقل العدوى، بجانب تدابير التباعد الاجتماعي. ومثل ما نلاحظ، الأشخاص الغير ملتزمين بلبس الكمامات احتمالية نقل العدوى لهم عالية جدا، بينما الأشخاص الملتزمين بلبس الكمامات نلاحظ احتمالية نقل العدوى لهم منخفضة. وتأكد وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بغسل اليدين بالماء والصابون جيدا وبشكل دوري، مع الحرص على استخدام معقم اليدين وتنظيف الأسطح والأشياء اللي يتم استخدامها بشكل متكرر وتعقيمها بصورة دورية. وتذكر، إذا حسيت بأي أعراض مرتبطة بفيروس كورونا كوفيد-19، اتصل على 444 واتبع التعليمات اللي بتعطى لك من قبل الفريق الطبي. معا ضد الكورونا، وكلنا فريق البحرين. عبر حسابها الرسمي في انستغرام، أعلنت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وبالتعاون مع شركة كليفر بلاي للتعليم والتدريب عن إطلاق مسابقة افتراضية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 12 عام، وتتلخص المسابقة حول إنشاء لعبة عن الفضاء من المنزل، وهي لعبة استكشاف ومغامرة على كوكب المريخ باستخدام منصة البرمجة الشهيرة MIT Scratch. وستكون المسابقة مفتوحة للمشاركة من تاريخ 4 يوليو حتى 25 يوليو من العام 2020، حيث يتوجب على الطلاب تسليم ألعابهم من خلال تحميلها على الإنترنت وإرسال بريد إلكتروني قبل انتهاء المدة المحددة. كما سيتم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الأولى الثلاث بتاريخ 30 يوليو 2020. نشرت الصفحات الإخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي البروتوكولات الصحية الخاصة بموسم الحج عام 1441 للهجرة التي أعلنت عنها إمارة مكة المكرمة، وتضمنت البروتوكولات التي تخص عرفة ومزدلفة الالتزام بالإقامة في الأماكن المخصصة وعدم الخروج عن المسار المخصص من قبل المنظم، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات طوال الوقت للحجاج أثناء أداء الشعيرة. كما يجب أن يقتصر الطعام المقدم خلال أداء الشعائر على المغلف مسبقا فقط، ومنع التجمعات والاجتماعات، والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي الموصى بها بين الحجاج. طريقة إبداعية خلاقة ابتكرها منظمو معرض انغماسي لأعمال الفنان فان غوخ في تورنتو للتوفيق بين النشاطات الفنية وجائحة كورونا، تتمثل في حصر حضور زوار المعرض بسيارات على طريقة الدرايف إن المتبعة في السينما، وهي فكرة تعتمد للمرة الأولى عالمياً في مجال المعارض التشكيلية. وقسم المعرض إلى صالتين، إحداهما مخصصة لمن يفضلون الاطلاع على المعروضات مشياً، وقد حددت على أرضيتها أماكن للوقوف التزاماً بمبدأ التباعد الجسدي، والثانية مخصصة للسيارات. تفنن العديد من الأشخاص في صناعة الكمامات للوقاية من فيروس كورونا حول العالم، إلى أن جاء رجل الأعمال الهندي شانكار كورهادي بشكل جديد، وهو صناعة كمام من الذهب يصل وزنه إلى 60 جرام ويعادل سعره 4000 دولار. وأقال شانكار إنها كمامة أو كمامة رفيعة وتضم مسامات صغيرة لمساعدتي على التنفس، ولكنني لا أعلم ما إذا كان ذلك كافيا للوقاية من فيروس كورونا، لكنني أتخذ تدابير وقائية أخرى. مشاهدينا، وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر وحلقة جديدة من ترند. إلى اللقاء.